واخا عندنا هنا واحد لا كونستركسيون دار لوكال على اليمين عطينكم واحد لا كوب ولا على اليسار عطينكم فيونتو بالنسبه لا كوب كاين الناس اللي عندهم مشكل كيفاش غادي يربطوا ما بين لا كوب والفيون بلون. الناس اللي يلا كيبداو في الميتري في الحساب ديال الميتري ما كيعرفوش يربطوا ما بين لا كوب والفيون بلون. دونك غنحاول انني نبسط لكم باش تقدروا انكم تربطوا ما بين لا كوب وما بين الفيون بلون. هادشي اللي في الفيون بلون اللي دايره انايا بالزرق راه غير زيده نورمالمون هما عاطينكم غير داك الحيط اللي فيه 30 السم بان ليكم وي اذا دابا نبداو باللون الغوز. عندكم هذا الحيط هذا وهذا الحيط هذا وهذا الحيط هذا وهذا الحيط هذا هذا الحيط هو هذا باللون الاحمر غادي نرسمو شيناج انفيريور هذا وهذا اللي هو هذه البارتيه هذه اللي دايره لكم انا هنا بالزرق. حيت دابا هنا في هاد التمرين عندنا لا سوميل فيلونت يعني غادا على الطول ديال الحيط غادا تحت الحيوط غادا دايره. بغيت نسول واش كلشي عارف شنو هما لي تيب دو سوميل اللي عندنا لي تيب دو فونداسيون اللي عندنا؟ كتسمعوني كاملين؟ انا الصوت كيتقطع عندي. والخوت الاخرين كيسمعوني؟ ساره كتسمعيني؟ تقدروا تجاوبوني حيت لي ميكرو ديالكم راهم ساكتين. خدموا لي ميكرو ديالكم. دابا كنسمعك دابا واش كتسمعوني؟ انا كنسمعك انجمان كنسمع. واخا صافي كم غاديين مزيان حتى لحد الساعه مزيان. غندير لكم دابا بالموف عندكم الشيناج قد قد المور دو فونداسيون قد هذا اللي بالموف قد ما غيبان يعني غير واحد فيهم اللي غيبان غتبان غير الفوقانيه اللي هو الشيناج هو اللي درنا بالغوز يعني راه تحت من هاد هو اللي درنا بالليموني يعني تحت من هاد الليموني راه كاين الموف لا ما نعاود ندور هاد اللون الموف على كل شيء من داو جديد. واخا الحاجه اللي من وراها عندكم لا سوميل غير غادي نديرها بالخضر. عندكم لا سوميل راه خارجه من الجناب يعني هاد القنت هذا وهاد القنت هذا حتى هما غادي خصهم يبانوا في هاد البلايص هادو خصهم يبانوا اللي بالخضر. انا راه كرسم فلاكو دونك غادي تكون عندك هنا وغادي تكون هنا برا واضحه. صافي مزيانه. نبارطاجي معكم دابا شي حاجه باش تعرفوا الفرق ما بين لي سوميل قبل ما نبداو الحصه. واخا شوف من هنايا عندنا ثلاثه الانواع. عندنا هذه لا فونداسيون سوبرفيسيال هذه الفونداسيون اللي سطحيه. عندكم فيها ثلاثه عندكم سوميل فيلونت اللي خدامين فيها في هذا التمرين كيبان لكم الشاشه ياك. كتبان عندكم هاد السوميل ايزولي اللي فيها بزاف ديال الاشكال يمكن تكون كاغي يمكن تكون غلاسيي يمكن عندها بزاف ديال الانواع. نشوف وهذه غاديه جينيرال دايره بحال الضاله لتحت. هذه السوميله غلاسيي اللي نقدروا نديروا فيها واحد ليكزرسيس باش تعرفوا كيفاش الميثود باش تحسبوا ليها الفوليوم ديالها حيت عندها ميثود خاصه بها عندها واحد لا غولاسيون اللي خاصكم تكونوا ديجا عارفينها. هادو الانواع ديال لي سوميل لي سوبرفيسيال يمكن يكونوا كاري يمكن ريكتونغل يمكن غلاسي يمكن ترونكونيك يعني كاين بزاف ديال الاشكال ولكن الاغلبيه ديال التمارين كتلقاو غير كاري ولا ريكتونغل حيت بغاو يسامبليفيو ليكم التمرين ليكزيرسيس بغاو يكون ساهل بالنسبه ليكم حيت يلاه بادين. هي واضحه كاين كاري كاين ريكتونغل كاين سوميل غلاسي اللي وريتكم دابا في التصويره وكاين هذه ترونكونيك هي مدوره وكاين افيك نيرفور كروازي ها هي افيك كونتروفور اللي ساهله وتقدر تحسبها عادي هي الكاري والريكتونغل. بالنسبه للغلاسي هذه راه عندها واحد لا غولاسيون باش تحسب لها الفوليوم ديالها هي وهاد الثلاثه التحتانيين. سامخش دابا نرجعو للتمرين ديالنا مشا كاع داكشي اللي رسم اللي لونا قبيل.
ماشي مشكل. بالنسبه لا ديسكريبسيون ديال التمرين عاطينكم لي زوفغاس سويفون شيناج انفيريور اللي هو هذا هذا وهذا انا لونته هنا بالخضر وشيناج سوبيريور شيناج سوبيريور وهذا هذا عفوا هذاك لينتو هذا شيناج انفيريور لينتو اي دال سوبيريور ها لينتو ها دال سوبيريور سون كونستروي اون بيتو ارمي هما اصلا لونوه لكم بالكحل حيت مصايب بالبيتو ارمي دوزي ا شحال مدوزي البيتون ديالهم وشنو النوع ديال الاستيمه اللي دايرين فيها ثاني حاجه لي سوميل دو فونداسيون اي دال انفيريور سون اون بيتو نورمال يعني قال لك هاد لا دال انفيريور هاي لا دال انفيريور هي هادي و لا سوميل دو فونداسيون هي هادي مصايبه بالبيتون نورمال ثالث حاجه قال لك المور دو فونداسيون سون اون ماسونوري دو مويلون هاد نجمه نعم نجمه بالنسبه لديك بيتون نورمال اش كيعنيو بها يعني فيها البيتون بوحدو ماشي لاغماتور البيتون بوحدو ما كاينش حديد صافي واخا بيتو ارمي ديما في ال لاشور ديالها كيصبغوها لك بالكحل ديما باش تعرف راه فيها الحديد ولكن هي راك كنقاطي كيكون غير البيتون بوحدو بيتون بيتون نورمال عادي صافي شكرا عندك المير دو فونداسيون بالماسونوري دو مويلون ها هو كيكون واحد الحجر داير بحال التيموم كتعرفوا داك الحجر اللي كيصيبوا به الديور في البلاد في العربيه حجر مستف ومقاد وكيكون صحيح وما كيطيح ما والو يكونوا شي ديور في البلاد مصايبين بهذا الشكل بيضين واقيلا راه هذاك هو الماسونوري دو مويلون عندك المور دو ليفاسيون سون اون ماسونوري دي ايغلو المور دي ليفاسيون هو هذا في البيون بلون اللي شفناها بحال هكا من الفوق تبان لكم راه هي هادي مصايبه ب ايغلو ايغلو انا غنصيفط غادي نبارطاجي معكم دابا التصاور ديال ايغلو هذا ايغلو كيبان لكم وي وي كيبان ها هو اغلو هادي ولا هادي واضحه صافي مزيان اها لا لونغور دو لينتو لونغور دو لا بي بلس جوج في عشرة هاد المعلومه مفيده اللي عطيتكم هنا حيت غتحتاجوها من بعد عرفتوا شنو هو اللينتو اللينتو هو هذا اللي كاين هو داك اللي كيكون فوق الباب ياك يكون فوق الباب يكون فوق الباب كيكون فوق الشراج ولا الشراج ها هو ولتحت بعض المرات كيديروا لك واحد اللعيبه خارجه من القنص ديال لا بوين ومن هنا تنزل بالنسبه للناس اللي ما اللي ما كيعرفوهاش في الواقع زعما ديجا عمرهم لاحظوها انا غنبارطاجي معكم دابا دي فوتو ديال هذا الباب ولي فوتو ديال الشرجم اللي فيها لابوي واللينتو هاي ها اللينتو هو هذا فوقاني لابوي هو هذا التحتاني هو خارج شتيه بلي ها اللينتو ها لابوي ها خارج من هنايا ب واش حتى هو كيكون بالبيتون ارمي اييه بالبيتون ارمي ها هو هنا باش بغاو يصيبوه دايرين ليه الكوفراج باش يقادو ها هو الفوق هنايا فات التصويره وها هو هنايا ها هو عاوتاني هنا فات التصويره هنا ها هو مرسوم هنا بلوغوج بالنسبه للباب وهذا الشيء اللي كاين نرجعوا للتمرين ديالنا دابا بالنسبه لو طرافاي دوموندي دابري لافيون بلون اي لا كوب دو لا كونستركسيون اون فو دوموند ديتابليغ لا فوميتري غتحسب التراسمو دي بلي و الغومبلي غتحسبو كاملين واخا كيهضر معايا غير واحد ما عرفتش واش باقيين داخلين دابا تنشوف لا داخلين انتما كاملين كاينين حسبوا لا تيراسمون دي بلي و الغومبلي
واخا ممكن ترجع لينا البلون باش نحطو التراس. واخا ها هو هاد هاد البي دي اف غادي نلوحو لكم ان شاء الله. ملي غادي نحط لا فيديو باش غادي نبارطاجيه مع الدراري الاخرين غتقدروا تكليكيو على واحد البوطون الفوق وغادي تيليشارجيوه من تما. اولا نقدر نصيفطو لكم في الواتساب عادي. غتحسبوا في الاول لا لونغور ومن بعد تحسبوا لا لاغور ومن بعد لا هوتور. عافاك نجمه. نعم اخويا عافاك باختصار قولي لي فين وصلت صافي طاش عليهم الكوخ بغيت نبدا معاك. ماشي مشكل انت اخويا احنا دابا يلاه باش ربطنا ما بين لاكوب والفيومبلو يعني داكشي اللي في لاكوب فين كاين في الفيومبلو ومن بعد هضرنا شويه على اكلو كيفاش داير عرفنا لي فونداسيون كيفاش كيكون الشكل ديالهم ودابا غنبداو اول حاجه نحسبوا الديبلي يعني غتحسب البيت سانيتير شحال وتحسب لا فونداسيون تحسب لها تايا شحال داكور تحسبي لا سيرفاس اللي شايطه هتحسب الفوليوم ماشي السيرفاس هاي الفوليوم جميل عندنا دابا هاد الشكل هنا داير غتحسب البيريمتر بحال مثلا عطاك واحد المستطيل وقال لك حسب البيريمتر ديالو شنو غادي دير ليه غادي تجمع الاضلاع كامله لا سوم دي كوتي بحال هكا غادي تجمع مثلا عندك هنا خمسة وهنا مثلا جوج غدير خمسة في جوج زائد جوج في جوج نفس الحاجة غادي دير هنايا بلاصتهم في كوتي التمرين غنخدمو بالبيريمتر دابا في الديبلي غتحسب ليا الفيت سانيتير وغادي تحسب الفونداسيون غتحتاج البيريمتر ولكن الفيت سانيتير لا دونك ان فوا تساليو من الفيت سانيتير عافاكم صيفطو ميساج بالأجوبة ديالكم اللي ما بانش لي الفيت سانيتير ها هو راه مكتوب هنا لتحت في اس هو البيت سانيتير تحت من الدال تحت من لادال انفيريور اللي مصايبه بالبيتو نورمال شحال لقيتو البيت سانيتير في 4.725 هي هذيك شكون مازال القناص الخارج الباوي بغيتي البيت سانيتير لا دال انفيريور في الفي اون بلون وي لا دال انفيريور في الفي اون بلون من الشيناج حتى للشيناج من هنا حتى لهنا يعني هذا شيناج دونك لا دال من هنا وغادي تصبغي الوسط كامل يعني غادي نشد واحد باش ما نضيعوش الوقت في الرسم نديروها هذا من هنا حتى لهنا هادي هي لادال هي لادال واللي لونتي بالغوص قبل هاديك لا سيميل حتى هي غتشيط لينا فوق الشيناج قبل الاخضر غتكون ياك ما تكونش قبل الاخضر الاخضر غيكون مغطي ترد البال هنايا شوفي هنا راه مدرقه هاد لادال راه مدرقه هاد البارتي هادي هادي راه لداخل يعني راه مدرقه لادال اللي لداخل عندك هادي اللي برا هي اللي غادي تبان لك انت هنايا غتبقى باينه الشيناج باين وهي باينه فهمتي انا راه مدرقاها افق منها هي اصلا راه تحت الارض ما كتبانش غير باش نوضح لك السميله راه ما غاديش تبان لينا تبان لينا الضاله ملي ندخلوا مثلا للدار كتبانش لينا السميله حيت مغطيها لا دال شكون عنده شي سؤال اخر انا نجم ما فهمتش كيفاش نحسب البيت سانيتير البيت سانيتير غادي اول حاجه تخيل راسك راك غادي تحفر حيت دابا حنا فاش علاش كنهضروا على التراس مو بغينا نحيدوا التراب ديبلي هي تهز التراب تحيدو غومبلي هي تعمر البلايص اللي خاوين تعمرهم بالتراب من بعد واخا انت اول حاجه غادي دير غادي تحفر هادي تحيدها دير لك بلون اخر حيت قوت من الاخضر تحسب هادي هاد الحفره هادي وهاد الحفره غاده طويله حيت هادي راه سوميل فيلونت غاده دايره مع الحيوط انت عندك هنا اربعه الحيوط هنايا ها حيط ها حيط ها حيط وها حيط
كتبان لكم السوري ياك؟ ها كيبان ليا كيبان غتحسب تاني هادي حيت سوميل فيلون دوكا تحسبها داير على الحيط ومن بعد شوف رد البال الحفره فين حفرتي دابا نجمع ديك 70 سنتيم دايره اه دايره الدور على الحيوط بربعه بربعه آه. هنا فين غتحسب انت البيريمتر انا علاش رسمت لكم هذا هنايا المستطيل وقلت لك الا كان مثلا الضلع فيه 5 والضلع فيه 2 غدير 5 بجوج زائد 2 بجوج باش تحسب البيريمتر دونك حتى هنايا غادي تحسب البيريمتر ديال لا سوميل فيلونت باش يعطيك واحد الطول عاد باش غادي تضربها ب 0.7 غادي تضربها في العرض ديال العرض ديال السوميل اللي هو 0.7 وفي السمك ديالو يعني في الارتفاع ديالو واخا بلاتي باش نفهمك في لا لونغ غادي دير من هنا حتى لهنايا لا لونغور ديال الفيت سانيتا حتى ديجا حفرتي هاد البلاصه عندك خاويه حفرتي معاه واحد شويه ديال الفيت سانيتا هنايا 10 سنتيم هادي هاد البلاصه هادي انت ديجا حفرتيها مع فاش بغيتي تصايب لا سوميل دونك غادي تحسب الفيت سانيتا من السوميله حتى للسوميله باش ما تعاودش حفر جوج مرات جوج مرات يعني غادي نقصو نقصو 10 و 10 ياك من الجناب عاود سؤال عفاك اخويا دابا عندنا تما في لارجور انتيريور غادي نقصو 10 10 ياك دابا انت غتحسب الفونداسيون ياك غتحسب الطراب اللي غتهز من الفونداسيون لا غادي نحسبو ايه دابا قلتي نحسبو غير الفيت سانيتير الفيت سانيتير غادي يكون من هنا قلت لك من لا سوميل حتى لا سوميل دوك انت جي شوف في البيون بلون دابا انا رسمت لكم هذه هي السوميله من برا ياك ايه هذا الشيناج من برا وهذا الحيط والشيناج من الداخل والسوميله من الداخل ما تبقى من هنا حتى لهنا حتى هنايا راه كاينه لا سوميل وكاين الشيناج والحيط عاده ثاني لا سوميل والشيناج ما تبقى هنا لداخل هو اللي غتحسبو نتايا فيت سانيتير اها دابا في التقطيع عندك الطول في العرض في السمك شوف هنا الطول شحال من هنا حتى لهنا وشوف العرض ثاني من هنا حتى لهنا شحال والسمك هو عندك في لاكوب ها هو هنايا كتسمعيني نشمع اختي ما سمعتكش قلت لك دابا في الدابلي في التقطيعه غناخذو من السوميله الاكستيريور حتى السوميله الانتيريور ياك عاودي عافاك ما سمعتكش عاودي باش نحسب الدابلي باش نحسب الدابلي غناخد من السوميل لانتيريور حتى لا سوميل اكستيريور ياك من لا سوميل تي من لا سوميل انتيريور حتى لا سوميل اكستيريور وي اه في الفيون بلون في الفيون بلون تي باش نحسب البيريمتر باش نحسب الديبلي اه هاك ولا شنو غنبارطاجي معكم واحد التصويره حيت هادي راه غادي نمسحها غادي تمسح اوتوماتيكمون الا بدلت لاباج كتمسح هاد دابا ملي غيجي الفيت سانيتير غيجي مضرك هاد لا سوميل من الداخل عاد فهمت كيف لا كتشوفي انت على حساب الحفره اللي حفرتي ها انت شوف لا الدابلي عرفت ها انت حفرتي بحال هكا ودورتي على الحيوط كاملين يعني انت في الاول راكي حفرتي هاد المنطقه هادي فهمتي دخلتيها في الحساب في الاول فاش حسبتي السوميله دابا ملي غتبغي تحسبي الفيت سانيتير ما تعاوديش تحسبي هاد البلاصه راك حفرتيها وعمرتيها وعاودي حفرتيها تاني فهمتي يعني غتحسبي غير من هنا حتى لهنا لا تليك في الفي اون بلو زعما ما لا بغيت ندير الفيت سانيتير غيجي مضرك هذيك السميله الدخلانيه اه راه غادي راه السميله الدخلانيه راه غدرك غيديروا فوق منها الغومبلي باش عمروا هاد المناطق هادي غنديرها لك
بالزرق باش عمرنا هاد المنطقة هادي وعمرنا هاد البلاصة هادي، راه عمرنا بالتراب ما بقاش كتبان. لا فوق هالفيت سانيتير ون غادي دير الفيت سانيتير ليا واحد الخويا وغادي دير فوق منها الضالة غادي تدرقها ما غاديش تبان. اه وغادي نزيدكم هنايا الفيت سانيتير. نجمة؟ نعم خويا. نجمة؟ أنا خويا. دابا حسبت الفيت سانيتير خرجت لي 4.725 متر كيوب. هي هذيك صحيحة. مزيان، برافو عليك. شكرا. العفو. يلاه الفونداس. واخا حنا صبقنا الفيت سانيتير كان أنا نصبقو الفونداس. دابا الفونداسيا غادي نحسبو دابا ديك 70 دايرة ياك، الشير ديال 70 دايرة. غتحسب البيريمتر ديال هاد السميله هادي اللي فيها 70 قلتي دايره باش يعطيك واحد الطول. هذاك الطول غادي تضربو في هذاك 70 وغادي تضربو في لا هوتور ديال الفونداس. لا هوتور ديال الفونداس غا من التيران ناتوريل ياك لتحت. نجمع شحال من التيران ناتوريل للبيتون دو لا فيميل لتحت كيفاش ليه؟ من هنا فونت فوي لهنا شحال عندك لا سوميل السمك ديالها 10 وعندك 50 والفيت سانيتير فيه 15 صافي صافي. جمعها وشوف شحال غتعطيك. جمعها وشوف شحال غتعطيك. 75 هي هذيك هي هذيك مزيان. يعني حسبوا البيريمتر دابا دونك 1.995. شنو هذا البيريمتر؟ لا البيريمتر في 0.70 في البروفوندور. شحال خرج لك؟ 1.995. قولي جوج تقريبا. واحد لا لا كاين شي غلط. هانشي دابا البيريمتر هي 10 بلس 9 ياك 9 عندنا شنو؟ عندك غلط في البيريمتر قول لي عفاك شنو درتي. بون لا صافي ما كيبانش ليا لارجور. عندي 1.50 ياك 1.30 لا لارجور ها هي عطانيك الكوتاسيون من الحيط حتى الحيط. قول لي غير هذاك الكوتاسيون حيت هي اللي ما كتبانش لي. عندك 1.50 1.50 1.50 عندك 3 متر و 50 على متر و 50 على متر و 50 في الحيط. صافي هي 3 4 انا غنحيد لكم هاد المستطيل اللي درت لكم في الوسط ديال الفيت سانيتير باش تبان لكم كوتاسيون الدخلانيه. صافي من الحيط حتى الحيط من الداخل 390 في العرض وفي الطول 9.40 940. هل عندكم شي واحد عنده صغار؟ ما ماشي انا 1.523 هذا البيريمتر. البيريمتر هو 10 فوا 2 وغنزيدو عليها 4.5 فوا 2 ياك هي 0 هي 2.9. ساره نضربوها. ساره شحال وي معاك شحال؟ 14.595 هي هذيك. شحال لقيتي في البيريمتر؟ درت 10.4 جوج مرات و 3.5 جوج مرات. مزيان. هي الطوطال 27.8 ياك. يعني 27.8 غتلقاوها في البيريمتر غتضربوها في 0.7 اللي هو السمك ديال فونداسيون اللي هو العرض ديال فونداسيون في 0.75 اللي هو الارتفاع غتعطيكم 14.595. الاخ اللي كان عنده التساؤل ديال البيريمتر اللي خرج ليه 10 مازال معايا ياك؟ نجمة. نعم نجمة ما فهمتش انا هاد اللعبة ديال البيريمتر. واخا انا عندي 10.8 انا. واخا انا نشرح لك. شحال عندك من هنا
بلاتي 0.70 هي متفقين عليها من هنا تل هنا 0.70 ومن هنا تل هنا 0.75 كل شيء متفق على هذه. دونك بقى لينا البيريمتر ديال الفونداسيون. الفونداسيون غناخدوها غنقطعوها بحال هكا. دابا المشكل في القطعة، نتوما فاش قطعتو كيقطعتو هاد الشيء، غتقطعوها من هنا من الداخل كيبان لكم هاد الخط اللي درتو كيبان، تقطعوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ياك. نديرو انغوجيستخي هادشي، نمشي نرسم لكم فواحد السبورة بيضاء، نرسم لكم واحد المستطيل، نشرح لكم. عندنا أسيدي واحد المستطيل هنايا، بغينا نحسبو ليه البيريمتر، عطينا فيه فين هو هدا، عطينا هنا خمسة، هنا جوج. كنديرو باش نحسبو البيريمتر كنديرو خمسة، ها هي نزيدو عليها جوج، ها هي كنزيدو عليها خمسة، ها هي كنزيدو عليها جوج. علاش درنا هادشي كامل؟ باش يولي عندنا خط واحد متصل، بحال شدينا هاد المستطيل هذا وقسمناه فرتكناه وردينا خط واحد. كذلك بالنسبة للسوميلة، بالنسبة للسوميلة حتى هي نفس الحاجة. بالنسبة للفونداسيون اللي غنحسبو دايرة بحال هكا، سميكة هي السمك ديالها. دوك غنشدوها غادي نقسموها، ولكن خاصكم تردوا البال مع حاجه وحده فاش غدير التقسيم. تردوا البال الا قسمتو بهذا الاسلوب هذا، من هنا حتى لهنا ومن هنا حتى لهنا ومن هنا حتى لهنا، خاصكم ما تعاودوش تحسبوا مره اخرى، حيت راه ما كاينش كاين اللي كيحسب هاد البارتيه هادي، كاين اللي كيحسب هاد البارتيه هادي ومن بعد كيعاود يحسب من هنا حتى لهنا، وكيجمع هاد البلاصه هادي حتى هي كيصدق معاوده جوج مرات. هاد القناه هادو كيصدق معاودهم جوج مرات، لا غادي تحسبوا غير هاد الطول مره واحده وهاد الطول مره واحده، وهاد الوسطاني هذا اللي من هنا لهنا واللي من هنا لهنا ردوا مع البال باش ما تعاودوش تحسبوا هاد القناه هادو، حيت هما اللي كيغلطوا التلاميذ بزاف. انا بغينا نشدو هاد الحيوط، هاد الفونداسيون هاد بغينا نشدوها ونفرتكوها ونردوها خط واحد من هنا حتى لهنا، من هنا لهنا نردوها خط واحد ونعرفوا الطول ديالها شحال عاد باش نضربوها في العرض ديال السوميلا في الارتفاع ديالها. واخا فهمتوا؟ صافي واخا صافي. عندنا 10.4 كي قالت ساره، حيت عندنا من الحيط لحيط 10 وخارج من هنا الشيناج والسوميلا، خارج من الجهه الاخرى ثاني الشيناج والسوميله. بلاتي نحاولوا نرسموا هادشي لا بوتاسيون من هنا حتى لهنا 10.4 نجمع. نعم خرجت لي 14.595 متر كيوب. صحيحه مزيان، برافو عليك. صافي مزيان مزيان. دابا غترجع انا نرجعو باش نكملو التراسمون. دابا حسبنا الديبلي، دابا بقى لينا نحسبو الغومبلي. دابا حفرتي ومن ورا ما حفرتي حطيتي السوميله ديالك، ومني حطيتي السوميله ديالك حطيتي مورا المور دو فونداسيون و الشيناج، تخيلتي بلي حطيتي هادشي كامل. دابا فين بقالك خاصك تعمر، غيبقى لك خاصك تعمر بالتراب في هاد البلاصه هادي، حيت انت الحفره اللي حفرتي حفرتيها بحال هكا مستطيل عامر. قالك دابا هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي تعمرها حتى هي، وهادي وهادي اللي برا، واضحه؟ صافي مزيانه. ردوا البال باللي راه 0.10 راه كاينه في العرض، ولكن في الارتفاع، الارتفاع ديال لانتيغيوغ ماشي هو ليكستيغيوغ، ماشي قد قد. الاخوه الاخرين كيحسبوا معانا. حمزه انت اللي كتخرج معايا دابا ياك ولا ابراهيم؟ انا لا حمزه هو اللي خدام معايا دابا. واخا ابراهيم
إبراهيم ما معناش فينك؟ عندي ميساج وي معك يوه مرحبا بك، غير بغيت نعرف واش غاد فهمتي، واش عندك شي سؤال لشي حاجة، مرحبا سول. وي أنا معك دابا كنحسب في الغوم بلي واقع حسب الغوم بلا خويا وصيفط لينا الغوزيلت يونس. دابا يونس مازال معنا ولا مشيتي؟ لا لا باقي معك. واخا يلا كتحسب حتى الغومبلي. اه عندك شي سؤال في هادشي اللي فات؟ غير قلتي اللي فاش غنحسبوا البيغيمتر غنديروا 10 وغنزيدوا عليها البارتي اللي خرج من الشمال ادغواش البارتي اللي خرج ادغواش ياك اييه خرج ادغواش 0.35 ياك لا خرجة بعشرين على اليمين وعشرين على اليسار عشرين علاش انا نوري لك دونك هي عشرة اربعين عشرة اربعين عندك من هنا لهنا من الشيناج لاسومين من الحيط عفوا للشيناج عشرة ومن الشيناج لاسومين عشرة اه شفتها في لاكوب درت واحد الاسهم بالغوص هادي من هنا لهنا عندك 10 في هاد البارتيه و10 في هاد البارتيه هي 20 هادي من برا من الداخل نفس الحاجه من الحيط للشيناج 10 ومن الشيناج للسوميله 10 شكون مازال عنده سؤال المهم الاسئله ديالكم مرحب بها اللي عنده شي سؤال مرحبا شحال عندكم في الغومبلي الغومبلي اللي لداخل سميه غومبلي انتيريور والغومبلي اللي برا سميه الغومبلي اكستيريور ساره وي كملتيها اه كملت الغومبل الانتيريور شحال لقيتي فيه الاكستيريور هو الاول الاكستيريور درت البيريمتر 10.4 فوا 2 4.7 فوا 2 التوتال شحال خرج ليك في الاكستيريور 1.963 في البيريمتر شحال بيريمتر بوحدو اه 30.2 ايه وفي لا لارجور 0.1 في لا هوتور 0.65 برافو عليك يا ديك الانتيريور خرجتي ولا مازال انا خدامه فيه واخا خدمي فيه يلا تتكملي شكون عنده سؤال بالنسبه لهادشي اللي خرجت ساره هادشي تختي و تنجم ما فهمتش ماشي مشكل دنياني انا هنا انا ماشي مشكل دنياني اول حاجه حنا غنحسبوا الاكستيريور يعني اللي برا اللي برا كاين من هنا اي لهنا فلاكو تتفق معايا أيه ها هو الاكستيريور ها هو الاكستيريور وها هو الاكستيريور هنايا عرفتي غادي نبارطاجي معاك وحده ملونه باش ما يبقاش يتمسح كاع لينا هادشي كيبان لك اه دابا كيبان لي دابا البيريمتر اكستيريور خرج دابا 3.6 عاود اخويا السؤال قلت لك البيريمتر اكستيريور دابا خرج 33.6 وصل 6 خاصك لك 30.2 قربتي دابا هذا اللي بغوز هنا في لاكو راه هو اللي خصك انت تحسب ها هو هذا اللي من هنا لهنا لاكو راه هو هذا اللي بالغوز هنايا في البيون بلون هذه راه ملونه والالوان اللي كاينه في البيون بلون هما الالوان اللي دايرين في لاكو يلا عرفت اش غلط انا راه حسبت داك الفوق ديك 0.20 كنت دخلت ديك 10.4 اه غتخرج لك 30.2 صافي خرجت لي نجمه هي هذيك هي هذيك واخا مزيان يلا دابا حسبوا الاخرين كلشي مزيان عندكم اللي عنده شي سؤال مرحبا اللي مازال عنده شي مشكل ما فهمش مرحبا نعم انا خرجت الغومبلي اكستيريور
رجليها 3.0 جول. اكستيريور هو اللي خرجنا دابا، يخرج لك فيها 1.963 في التوتال. غنحسب عاد غنضرب في سميتو، عاد غنضرب في البروفون اللي هو 0.65. واخا شحال يخرج لك في التوتال؟ هي 1.963. هي هذيك، برافو عليك، مزيان. دابا لانتيريور عافاكم. نجمع؟ نعم خويا. نجمع؟ أنا معك. بالنسبة للبيريمتر، البيريمتر انتيريور خرجت لي 26.2. 26.2؟ لا، أقل. 25.4. هي هذيك 25.4. برافو. في لارجور 0.1. وفي الوتر 0.5. مزيان، هي هذيك توتال 1.27 متر كيب. هي هذيك. اخ حمزه غادي نحسبوا هذه البارتيه هذه انتيريور، يعني غنحسبوا هذا اللي بالغوز الدخلاني، هذا اللي هنا 25.8. لا 25.4. في العرض غادي تكون 3.5 وفي الطول غادي تكون 9.2. صحيح صحيح ياد. 25.4 هي هذيك. توتال شحال خرج لك دابا؟ واش على اوتو هو 50 سنتيم. مختلف على اللي برا، حتى انت شوف هنايا كاين الطيغه ناتوريل حد هنا، وهنايا غادي نحبسو عند الفيت سنتيم. غتخرج لينا 1.270 في الانتيريور. 1.270 هي 1.27، يعني حنا خدينا رقمين مورا الفاصله. حيت غادي نديرو 9.20 غنضربوها في 10 وغنزيدو عليها جوج في 3.50 غنضربوها في 0.10 اللي هي 25. ديك 25.4 هي 2.54. احنا 25.4 غادي نضربوها في 0.1 غنضربوها في 0.5 اش عطينا 1.27. هي نيت اللي خرجت لي انا دابا. مزيان، يعني نقدروا دابا ندوزوا للبيتون نورمال. بيتون نورمال راكم شفتوا في لا ديسكريبسيون اش عطينا، غنعاودوا نرجعوا لا ديسكريبسيون. بيتون نورمال عطينا جوج ديال الحوايج، عطينا لا سوميل دو فونداسيون ايدال انفيريور سون اون بيتون نورمال، يعني مادام طالبين ليكم في السؤال هنايا نتوما حسبتوا ديبلي وفومبلي، ودابا غتبداو تحسبوا في البيتو نورمال فوليوم دو بيتو نورمال. بيتو نورمال عندكم جوج الحوايج اللي خصكم تحسبوا، غتحسبوا لا سوميل دو فونداسيون وغادي تحسبوا لا دال انفيريور. نرجعوا لاكوب، سوميل انفيريور هي هادي، لا دال انفيريور هي هادي. لا سوميل ما عرفتش التقطيعه دي ديالها في الفي اون بلون باش نحسب البيريمتر. انا غادي نعاود نردكم هذه اللي فيها الالوان، غنشوفوا غير نردكم التصويره اللي فيها الالوان، هي اللي بالغوز وها هو الغوز مرسوم عندك في الفيوم. هو التقطيع الداخل داخل، ما نحسبش الغوز الدخلاني. غتحسبيه هادشي اللي بالغوز كامل، غتخيلي بلا ما عندكش بحال ما عندكش الزرق وبحال ما عندكش الحيط، عندك هذاك كله داير بالغوز، فهمتي؟ بحال يلا انت حفرتي، يلا غديري السوميله، يلا دورتي السوميله على الحيط، تحت الحيط زعما فين غديري الحيط كاملين، تخيلتيها؟ تخيلت ولكن تقطيعه فين نحبس. انا نحسب الغوز راني خاصني فين ندير باش ندير الطول والعرض، خاصني فين ندخل. فهمتك، واخا فهمتك اش بغيتي تقولي. غادي تقسمي من هنا، ندير هاد الخط هذا من هنايا، شتي هاد الغوز تحبسي هنا. وغادي تحبسي تاني هنا هكاك، فهمت؟ حيت لا سوميل هذا حيط الاولاني، غتحبسي تاني هنا تا
الغوص دخلاني صافي الغوص براني دخلاني وهنايا هذا الحيط الاول تحت الحيط الثاني وهادشي اللي في الوسط والحيط الثالث والرابع. شوفي شحال عندك تما الطول باش تديري البيريمتر. بيريمتر عطاني 27.8. الاخ ابراهيم صيفط ميساج ماشي مشكله اخويا بالنسبه للميكرو، المهم عندي غير تسمعني ماشي مشكله ما جاوبتيش غير تسمعني وتفهم، ولا كان عندك شي مشكل صيفط ليا في التكست انا غنقرا الميساج ديالك ونحاول انني نجاوبك بين ما لقيتي الحل ديال الميكرو مشكله الميكرو. يلا الله يعاون. شنو السؤال اختي ساره؟ قلت لك دابا حسبت من الغوص برانا حتى الدخلاني لقيت البيريمتر 27.8. صحيحه هي هذيك مزيان ساره 27.8. مهدي لقيت غنضربها في 0.1 في 0.7 هي هذيك هي 1.946 صافي هي هذيك اللي خدمت انا. ايوا مزيان سامعش. يلا اللي لقاها برافو عليه، اللي ما لقاهاش غير يسقطي التساؤل ديالو غادي نوريكم الطريقه كيفاش خرجت. نجمع غادي نديرو كما كنا درنا في الاول، غير هنا غادي يختلف هذاك لي فيستور ديال 0.1. اييه دونك غادي تحسب دابا لا دال انفيريور، لا دال انفيريور دابا راه عندكم سيرفاس لا دال، ما غاديش تحسبوا البيريمتر الطول ولا حيت لا دال، لا دال كاينه في هذه المنطقه هذه اللي تنوريكم هنا هاد البلاصه. دونك قلبوا نتوما على الطول ديالها والعرض ديالها، السمك ديالها كاين في لاكوب صافي واخا 3.404 نجمع 3.404 صفيقاتي برافو عليك شكرا. غتحسبوا دابا الماسونوري دو مويلون بالنسبه للاخوه الاخرين خرجتوها ساره. اه خلص واخا دابا غتحسبوا الماسونوري دو مويلون بوغ لي مور دو فونداسيون. نوريكم السؤال باش تعرفوا راسكم فين وصلتوا. هو البي دي اف ها انتم دابا كملتوا السؤال الثاني بديتوا هنايا في السؤال الثالث الفوليوم دو لا ماسونوري دو مويلون ودوينا عليه باللي راه هو هاد هاد البلاصه هادي هاد الحيط هذا هو اللي خصكم تحسبوا ديال المور دو فونداسيون. اييه المور دو فونداسيون حتى هو دايرين حتى هو داير 50 سنتيم 50 سنتيم دايره صافي واخا 27.4 عاودي الماسونوري دو مويلون المور دو فونداسيون ياك حنا دابا انا المور دو فونداسيون هو اللي مصايب الماسونوري دو مويلون المور دو فوندا البيريمتر ديالو حيت هو قدو قد الشيناج غنقسم داكشي اللي بالزرق الشيناج البراني والدخلاني. اييه مزيان شحال ترجلك؟ 10 جوج مرات و 3.5 3.7 في 3.7 هي جوج مرات 10 جوج مرات و 3.7 جوج مرات. الكوتاسيون ديال 10 عطينا لك من الحيط حتى الحيط شفتيها شي نظره خير اللي من ب 10 ولا ليسر ب 10 يعني 10.2 دو فوا ايه و 3.7 جوج مرات ياك. اييه مزيان شحال خرج؟ غيخرج 6.95 هي هادي مزيان 6.95 في التوتال بيريمتر 27.8 لا لارجور نجمة خرجت لي 9.035 متر كوب لا غتخرج 6.95 لا اوتور 0.65 لا لا غلطتي في لاوتور لاوتور عالو ديال الحيط 50 هاد 15 ديال البيت سانيتير هاد 50 ديال المور دو فونداسيون و10 ديال السميله 15 ديال البيت سانيتير 0.95 0.95 يا هادي
مزيان برافو عليكم. اللي عنده شي سؤال يصيفطوا ليا في التكست في ميساج. واخا دابا غندوزو السؤال اللي من وراه هو البي دي اف. سؤال يقول الفوليم ديال البيطون ارمي. الفوليم ديال البيطون ارمي وغادي ترجع لا ديسكريبسيون هنا. عطيناك لي زوفغاس سويفون: شيناج انفيريور سوبيريور لينتو لانتو و لا دال سوبيريور سون كونستروي اون بيطون ارمي. يعني الشيناج انفيريور و سوبيريور و لينتو كلهم مصايبين بالبيطون ارمي. شحال القيسة؟ هي هاديك الشيناج انفيريور حيت نفس البيريمتر اللي لقينا قبل. نفس البيريمتر كيتبدل غير في الشيناج لاطور ديالو 25. لاطور ديالو 0.25 حيت فيه 10 ديال لادال هادي اللي هنا. بلاتي سمحوا لي ندير لكم بالسهم 3.475 عندكم فيها 10 هذيك 0.25 عندكم فيها هاد 10 وهاد 15 ديال فيت سانيتا. 10 زائد 15 يا 0.25 25. دابا شيناج سوبيريور حتى هو نفس البيريمتر غنبدلو غير لا اوتور و لا شيناج سوبيريور نفس البيريمتر. واش خارج هو على الحيط هكا وهكا نجمو شيناج سوبيريور هذيك مع بعض ماشي نفس هو بحال بحال الحيط لا بدو قد الحيط لي بيسو يعني في البيريمتر ما غاديش يكون بحال بحال لا غيكون بحال 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 شيناج انتيريور حيت داير راه الاختلاف فين كاين راه كاين في السمك وكاين في العرض. اما راه حتى هو داير على الحيط كيف ما داير عليه الشيناج. دابا فاش كاين الاختلاف في ليبيسور كاين الاختلاف في ليبيسور حيت السمك ديال الشيناج انفيريو شحال لقيتو 0.25 والسمك ديال الشيناج سوبيريو 0.2 ولكن ماغاديش يكون نفس البيريمتر الا بغينا نحسبو. علاش ما غيكونش نفس البيريمتر؟ غادي نحسبو البيريمتر حيت كيبان لي هذا فيه 0.5 والاخر غادي تكون فيه 0.3. ولكن هذا اللي كدوي عليه انت 0.5 0.3 راه العرض ماشي الطول. حنا دابا كنقلبو على الطول باش نضربوه في العرض باش نضربوه في السم كيعطينا فوليوم. يعني حنا دابا كلشي شنو خاصك تقارن الاطوال. واش الطول ديال الشيناج غيكون بحال الطول ديال الشيناج انفيريور بحال الطول ديال الشيناج سوبيريور غيكونوا بحال بحال ولا لا؟ انا الله ما عرفت. وهانت حسبها عاود حسبها باش تاكد منها ماشي غير تقول لا واقيلا غيكون واقيلا ما غيكونش. بغيتك تاكد منها تعاود الحساب وغتشوف واش غيخرج لك بحال الشيناج انفيريور ولا لا. صافي واخا تحسب من هنا تقسيمه دير بحال غتحكي تحسب في الحيط. دابا في هاد من هنا لهنا ايه في الحيط من هنا لهنا ايه وبالنسبه للعرض انت حسب ليا على الطول. دابا تحسب ليا من هنا لهنا دو فوا يلا حسب ليا عفاك البيريمتر و بلا نجمع وريني غير فين كاين دابا الشيناج هذاك الشيناج سوبيريور فين كاين هنا في الفي اون بلون هو الحيط هو الزرق هو الحيط هو الحيط نيشان حيت هو مخشي وسط الحيط ما باينش ما غاديش يبان لك يعني هو الحيط الطول غادي تكون فيه 10 وفي لا لارجو تكون 3.90 شحال خرج لك يا حمزه؟ غتكون 10 خرجت لي 27.8
27.8 هي هذيك راه هي النيت اللي لقات الاخت هي اللي لقات ساره ياك اه دابا كنختلفوا غير في الحسابات كتختلف كتختلف قلت لك غادي غير تعاودها غتبان لك باللي نفسها حيت كنهضروا على اطوال فهمتي مادام الشيناج انفيريور كيدور على الحيط والشينو سوبيريور حتى هو كيدور على الحيط اذا عندهم نفس الطول مفهومه صافي مفهومه شكرا العفو اخويا نكملوا التوتال شحال يخرج لكم في الشينو سوبيريور 3.475 هذاك الانفيريور كندوي على السوبيريور الفوقاني ماشي التحتاني صافي لا اوتور ديال الفوقاني 0.15 0.30 0.3 حيت بحالو بحال الحيط في السمك ديالو وفي الارتفاع ديالو 0.2 علاش دابا كتهضروا كنهضروا على هاد البارتي هاد لا داني ولا لا انتو اش كتهضروا النيت على الشيناج سوبيريور هذا 20 هو الارتفاع وهاد 30 هو السمك 1.668 هي هذيك مزيان جمع نعم خويا 1.668 صحيحة مزيان خرجت لي 1.668 صحيحة مهدي دابا ندوزو لديك لانتو ياك اللانتو ديال لافونيت كاملين بكم حسبوا اللانتو ديال الفونيت والديمونسيون ديال لافونيت هادي كنت هو كلشي داير ماليش كون دايره لا ما سيرفاس لا ما دايرش الا داير غادي الا كان غدا غيكون شرجم مهدي ياك حمزه الا كنا غنديروا شرجم داير على الحيوط كاملين هي ما نديروش الحيوط وصافي تخيل شرجم داير على الحيوط كاملين اللي دار ما بقاش حيط صافي غنخليوه هكاك ما نبنيوش الحيوط غادي نديرو غير هاد البلاصة هادي ها هي 1.5 عندها في العرض شفتيها ضربة في 1.2 عندك الشرجم دابا تا كدوي على الشرجم ياك كنهضر لك على 50 ديال الشرجم هاد 50 عاطينك واحد المعلومة ضروري تكون رديتي ليها البال حنا غنرجعو للبي دي اف جوج مضروبة في 10 عندك لا لونغور دو لينتو لا لونغور دو لا بي بلوس جوج في 10 جوج في 10 هي 0.2 دونك غادي تمشي تشوف الشرجم عندك هنايا شحال عاطينك فيها ها لا لونغور ديال الشرجم 50 50 خاصك تزيد عليها 0.2 شحال غادي تولي هي 70 70 هو الطول ديال لينتو فهمتي اي ولي بيسور 15.015 لي بيسور لي بيسور لا اوتور لا اوتور 0.15 ولا لارجور 0.15 والعرض ديالو بحالو بحال الحيط 0.30 0.30 هي هذيك يلاه حسبوا لي شوف شحال خرج لكم في الطوطه غنضربوها في جوج حيت عندك جوج ياك حيت عندنا جوج شراجم عندنا جوج شراجم وباب رديتو البال راه هذا راه باب مش الباب انا ما عرفتوش فيه ها واو انا لونتو لكم ها الباب كتطلع منين غتدخل المهم حسبوا لي الشرجم وندوزو للباب لانتو 153 لانتو فونات شحال 0.153 ضربتو في جوج مزيان هي هادي خرجات لك مهديات حمزه حمزه الله لقيتيني كنحسب فيها ها
صفر وسيلة 153 هي هي هذه مزيان. دابا حسبوا الباب، حسبوا الباب، الباب الباب يا الباب مترو غنديروا 1.2 صفر واحد فاصلة جوج فاصلة ديما ثلاثة خاصنا ديمونسيو. شنو هو الديمونسيو اللي خاصكم؟ درت 1.2 0.3 خاصنا باقي داك الاخر طول العرض العرض شحال درت في لاوتا؟ 0.3 لا 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 جو هو 0.3 اييه لا لا جو 0.3 ولا هوتور لا هوتور هو اللي خاصنا وراه هو 0.15 حيت انت دابا راك تحسب لينتو لينتو ديال الباب لينتو ديال الباب يعني كيكون صافي صافي 0.15 كيكون كي الباب كتشارجم انت هو 0.15 اه 0.15 بحال غنشوفو واحد الميساج من الاخ ابراهيم هي 0.054 مزيان ابراهيم 0.153 الباب خير 0.054 صافي هي هذيك ساره الباب غيخرج لكم فيه 0.054 بقى ليكم واحد باش تساليو السؤال الرابع قالت لكم غير لادال سوبيريور تحسبوها شحال لادال شاده من الحيط حتى الحيط غناخذوا 10 اييه 10 في 4.5 اييه 0.10 هي هذه بانت لك حمزه العرض هو 4.5 ياك ايه في 4.5 مضربه 0.1 اييه اييه شحال يخرج ليك 4.5 مزيان سالينا مع السؤال الرابع غندوزو السؤال الخامس عندكم شي اسئله فيما سبق في هادشي اللي درنا قبل دابا مزيان حتى لهنا ابراهيم صيفط لنا ميساج لكن كل شيء واضح دابا انا كنتسائل في هاد لادال اللي حسبنا في التقسيمه خدينا الحيط اه 10 ولكن في العرض خاصنا ناخذو 3.9 لادال شوفي فين كاينه كاينه فوق الحيط فوق الحيط حيت شد من القنت من القنت الحيط للقنت من القنت الحيط للقنت الحيط حلي حسبنا جوج مرات علاش قلت لك 10 و 3.9 دوك الجناب بحال عاوتاني زدناهم دوك القنات كنظن عندك لا ما زدنا حتى شي حاجه عندك من القنت الحيط لقنت الحيط عندك من هنا ها انت شوف من هاد البلاصه هادي حتى لهاد البلاصه هادي لا دال هادي من فوق الحيوط يعني من هنا غادي ندير لك واحد المستطيل باش تبان لك فهمت لك زعما مغطيه داكشي كامل مغطيه الحيوط من الفوق حيت دابا راه دخلتي لداركم وشفتي الفوق راه غادي تلقاي باللي لا دار محطوطه فوق الحيط سقف سقف محطوط فوق الحيط محطوط فوق الحيط ايوا هي هذيك يعني الطول عندك من هنا لهنا 10 صافي فهمت حيت هذه السيرفاس خدينا هذاك الشيء كامل كو كان بيريميت غناخذوا 10 وغنقصوا الشناب دابا سيرفاس اييه علاش ما نقصناش عندنا ميساج وشكون معانا ابراهيم لا دال سيبا مزيان دابا غندوزو السؤال الخامس والاخير السؤال الخامس يقول حسبوا الفوليوم دو لا ماسونوري داغلو اغلو لاغلو
ما ترجعوا لا ديسكريبسيون هنا كاتبين لك لي مور ديليفاسيون سون اون ماسونوري دي اكلو والمور ديليفاسيون هما الحيوط اللي كاينين لداخل ديال لوكال يعني الى بغينا نلونوا هذا الشيء نبارطاجي معكم غير هذا الشيء اللي ملون هما هذا الشيء اللي بالقهوي غيبان لكم دابا ملون بالقهوي شفتوه هذاك الشيء اللي غادي تحسوا بالنسبه نجمد بالنسبه لكروتير ما دخلش ما عطانيش الكروتير الفوقاني ما دخل لا ما عطانيكش باش تحسبوا حيت لا رديتي البال اشور اللي عطيناك في لاكوب راه كل اشور عنده معنى مختلفين شي دابا المور دو فونداسيون دايرينو بالمويلو راسمين لك هذاك الاشور اللي لداخل دايره بحال التيموم محطوط اي متفق معاك والحيط ديليفاسيون المور ديليفاسيون شوف لاشور ديالها كي داير الخطوطه منين جايين وفين نازلين مختلفين على المور داكروتير كون كانوا باغينك تحسب المور داكروتير غيكتبوا لك باللي المور داكروتير مصايب من الماده الفلانيه من هاد الماتيريو هذا وفي الاسئله غيعطوك تحسبوا حتى هو ما عطانكش تحسبوا دابا تحسب غير الحيط ديال لوكال المور ديليفاس باش نوضح لكم اش غديروا غتحسب التوتال يعني الحيوط كاملين بحال لا ما كاين لا شراجم لا باب لا ما كاين لا شراجم لا باب لا شينا سوبيريور لا لين طول حتى حاجه ومن بعد غادي تحسب الباب شحال وغتحسب الشارجم شحال واللين طو شحال والشيناج سوبيريور شحال ولا دال سوبيريور شحال وهادو راه ديجا انت حسبتيهم كان سوبيريور راك حسبتيها شينا سوبيريور حسبو لين طوب ديال الباب والشارجم ديجا حسبتيهم دونك انت غادي تحسب غير التوتال وتنقص منه البيبان الباب والشراجم جوج وتنقص منه لين طوب وشينا سوبيريور واخا صافي داكور سوبيريور حتى هي يلا دابا غتحسبوا لي هذا التوتال شحال يخرج لكم فيه